إذا رأى تسبدل من الديبار رئيس مشى ونزف حيوطو آخر هذا هاي يمشي عاوجي واحد آخر وإذا أبقوا عزاك إيش حد بارديو سلمان أبقوا من العاهد وإحنا نعتمدوا على العاهد نتائج خي مهولة بالنسبة للنتيجة هذه ما كناش كنتظروها بالنسبة لله أزمد ناس إيش حطان زاك إخصى إذا رأى تسبدل من الديبار ماشي مثلا تخلي رئيس يمشي رئيس ويجي رئيس بحاله نيس اللي كان منخرطين هيك خصا شي حاجه جديده نادي جديد شي حاجه اللي هتكون ليها الطعب كيبو من الاول عقليه جديده اما باش تجي رئيس مشى ونزل في عيوطو اخر هذا هي يمشي عاوجي واحد اخر وهذا مبقاو عزاك شحال بارتي سلمان اربعه شنو نعمل جبنا زولو ركايز د الصريس مشاو بقاونا العاهد احنا نعتمدوا على العاهد مدرسه ما كايناش هذا ما كاينش ني كيخصو الشاوني مشى شكون اخر اكس الماي المهم ركايز داك كامبو مشى تخلي لي سينا دوز اخر عام حياته كامله واقي يضرب بطوله مع الاخر يجي يموت في الاتحاد اخر عاود جور في صافي عاود دوز فتره ديالو مزيونه يمشي مع معزز عربي يمشي عاود معزز جابنا الهوات عاود الهوات باش ما بينتيناش حتى بارتي دو واحد بينا بارتي دو واحد مزيون نكونوا متساهمين تينا خمسة أربعة بارتي دو الخسارة وعاد ما جينا بارتي دو مع الويدة اش غنقول لك واحد الأمينة جابوا لي باتيرا هذيك في الشك شي من النتائج أن فريق داني قدم لنا مقابلة بحال هيدا مسلسل أهداف مسلسل تشجيع حنايا معاهم دايما ما نقدرش نكذب لك ولكن كيجيني كلشي صراحة يعني كلشي ملاعبية يمكن باقي ما نسجموش على حسب بداية ديال الموسم وشي حاجات أخرين من الداخل انا ما عارفش شنو عنده من الداخل كنتمنوا يقدموا مباريات اللي ماجين يقدموهم الافضل وحنايا مساندين لهم يعني اذا خي مهوله بالنسبه للنتيجه هذه ما كناش كنتظروها بالنسبه له وما يحملوش المشكل غير الزكي الزكي راه مشكل ما دار والو كمدرب راه خص الطاقم كله يتحمل المسؤوليه الطاقم المسيرين كاملين خصهم يتحملوا المسؤوليه واللعابه وكل شيء الا ما كانش التعاون راه ما كاين ما يكون والو ما تكونش الفرقه غيكون الخير ان شاء الله طلب الله خير هذا عليا المشكل ما تقدرش تعرفوه واش من لعابه ولا من مسيين الله اعلم طلب الله في الخير كنتمناو شي نتيجه تكون ان شاء الله مزيانه لاتحاد طنجه انا مع الزكي انا الزكي راه ما داير والو الزكي كمدرب راه يعني راه عاد جا جديد اعطيوه باقي فرصه ان شاء الله اللعابه خصهم يشاهدوا شويه ويعطيوني وتصنتوا للمدرب ديالهم اللي قال لهم ان شاء الله الزكي راه تكون غيكون خير ان شاء الله والصراحه صعيبه بزاف على الجمهور ديال اتحاد طنجه ولكن كنشوف انه صبروا على المدرب مدرب الزكي عنده خبره مدرب وطني وسبق له درب منتخب عنده خبره ويقدر يدير معهم شي نتائج لقدام لان بزاف الفرق يصبروا على المدرب وجات النتائج من بعد عندنا الفريق صراحه انا بالنسبه لي اللي كيجيب واحد العدد اللاعبين في موسم واحد كيجيبهم جداد كيجي صعيب الانسجام انا بالنسبه لي صبروا عليهم يبقى من بعد غيجي الانسجام وغادي النتائج ونتمنوا انه يشرفوا مدينه طنجه مدينه ولات كبيره ومعروفه وكنتمنوا حتى الفريق عندهم امكانيات ان شاء الله كاين المستقبل كاين يصبروا شويه ويتحمسوا شويه ان شاء الله اخا واش غنقول لك هذاك الشيء واقيلا من الاداره ولا فهمتي الملاعبيه كنشوفو ما كيسقاتلو ما والو ما كاينش شي حاجه يعني في وسط الكامبو تشوف هذا كيدافع على التشاكيتا وخاصنا ولاد البلاد فهمتي اللي هذوك هما اللي يحسوا بينا تساوما بحالنا فهمتي الخاوه صرا اش غنقول لك يقدروا يزيدوا شي دوره جوج صافي الخاوه فهمت وكاين اللي كيقول لك داكشي من الاداره فهمت والله ما عرفنا خاوه ديالي وكنتمنوا يكون شي حاجه فهمتي اسقاتلو معانا الخاوه راه حنا فهمتي والله الا معذبين معاهم هيدا والله الا خاوه ديالي كنتمنوا يعملوا شي حاجه ويتقاتلو وطنجه كبيره مدينه كبيره تسال شي كيبو فهمتي عاوز فهمت شي كيبو تي حدا هي كيبو مدخم خصنا ملاعبيه خاوه يتقاتلو لا تشاكيتا وسال هذا ما كان دابا اش نقول لك ملاعبيه فهمتي ما كيسقاتلوش كيبان ليا كونوا رجال وحنا معاكم انا قلت لك شنو يسقاتلو معانا وحنا معاكم دائما صبروا ديك الدوره هيدا جوج باره كان حق ربي بزاف اخا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.